أغلقت ميليشيات الحوثي معظم محطات بيع الوقود في العاصمة صنعاء عقب إعلان دول التحالف العربي غلق المنافذ اليمنية البرية والبحرية والجوية مؤقتا لمراجعة إجراءات التفتيش ومراقبة تهريب الأسلحة إلى الميليشيات. وأكد سكان محليون أن عملية الغلق شملت 90% من محطات بيع الوقود باستثناء المملوكة لتجار موالين للحوثيين. أفادت مصادر محلية أن نحو 17 قياديا حوثيا قتلوا بغارة جوية من طائرات التحالف العربي استهدفت مركزا لميليشيات الحوثي في منطقة هران بمدينة أفلح اليمن التابعة لمحافظة حجة الحدودية شمال غرب البلاد. نهاية الموجز، تحية لكم وإلى اللقاء.